بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، وبعد، انتهينا في اللقاء السابق إلى أن القرآن الكريم تميز عن مطلق الوحي إلى الرسل بأنه وحي بطريق خاص، وهو إرسال الرسول حتى تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة عضوية تميز التقاءه بالملك. ولذلك كان صحابة رسول الله يرون ذلك فيه فيعلمون أنه يوحى إليه. وقلنا إن القرآن إنما ثبت بذلك لأنه معجز وليس منهجا فقط، والإعجاز يتطلب أن لا يكون للبشر فيه مجال، لأن الأحاديث التي رواها صلى الله عليه وسلم أحاديث أيضا رواها بالوحي عن الله، ولكنه وحي بطريق النفث في الروح، فقد يوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيقوله، وذلك يعتبر توافقا، ومرة يعدل له الحكم. ولذلك قال المتشككون في منهج رسول الله أن تصحيح الله لأحكام صدرت من رسوله دليل على أنه قد يخطئ. نقول لهم ذلك جزاف في القول، نريد أن نحدد معنى الخطأ ومعنى الصواب. معنى الخطأ أن توجد قاعدة مسبقة ثم يخالفها المخطئ، فيأتي من وضع القاعدة ليصوبها له، تعلم الناشئ أن الفاعل مرفوع فيأتي فلا يرفع الفاعل، تصوب له أنت ذلك. معنى أنه أخطأ أنه خالف القاعدة الصوابية التي أعطيها. أما إذا لم تكن عنده قاعدة صوابية فلا يقال أنه أخطأ، لأن أخطأ تكون عنده قاعدة صوابية. فالأشياء التي عدل الله فيها لرسوله أحكاما لم يكن فيها حكم صوابي من الله ثم خالفه محمد ثم رده الله عن هذه المخالفة، ولكنه أمر لم يرد فيه حكم عن الله، فقال محمد فيه ببشريته المبنية على العصمة وعلى الفطنة وعلى الأمانة ما قال. ولكن أيمكن أن يقول قائل أن حكم البشر في قضية مساو لحكم الله في القضية؟ فحين يعدل الله الحكم لمحمد يبقى ما يقالش أنه إيه؟ أنه صوب له خطأ، أنه هداه لما هو أصوب. ولذلك تجد القرآن دقيق في هذا العطاء. محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده عبد اسمه زيد ابن حارثة. زيد ابن حارثة ده كان ملك لخديجة فوهبته لرسول الله، فوهب هذه الهبة قبلت من رسول الله وظل عبدا له. فلما علم أهله، لأنه كان خطف منهم وبيع في مكة، لما علم أهله بوجوده في مكة جاءوا إليه، فلما جاءوا إليه هذا أبوه فخيره رسول الله. فلما خيره رسول الله قال زيد رضي الله عنه: ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. كلام منطقي. فالذي اختار رسول الله على أبيه لابد أن يكرمه رسول الله. التكريم بقى من جنس ما فقده زيد، فتبناه، يعني كان له أبا بدل أبو، فسمي زيد ابن محمد. ده تكريم على قدر البشر، لأنه هو
سلب نفسه الأبوة لكانت الأبوة لرضيش معه وظل مع رسول الله، فقال ده يستحق أن يكون إيه. والتبني كان موجود عند العرب، لكن الله يريد أن يبطل هذا التبني. مش كان الله أبطله ثم أحياه محمد ثم صوب الله لمحمد؟ التبني ما كانش فيه حكم إسلامي لسه، كان موجودا. إذن فرسول الله جاء على الإيه؟ على الأصل. فلما أراد الله أن يبطل التبني قال ادعوهم لآبائهم، مش زيد ابن محمد، زيد ابن حارثة. انظروا إلى دقة الأداء القرآني والإنصاف للرسول الأعظم. ذلكم أقسط عند الله، أقسط أفضل. إذن الذي صنعه محمد كان في مقاييس البشرية فاضلا، لكن في مقاييس الإله الأعلى دي أحسن. فصوب فعل رسول الله من حيث ظن الظانون أنه خطأ فعل رسول الله. ذلكم أقسط، لم يكن ذلكم قسط، كان يكون قد نسب لمحمد صلى الله عليه وسلم جورا، ولكن حينما يقول ذلكم أقسط يبقى نسب لرسول الله عدلا، ولكنه عدل بشري. ولا غبار في العدل البشري أن يعدل بالعدل الأعلى الإلهي. هل يستنكف محمد أن يعدل له ربه؟ هو مين اللي بيربيه؟ هو مساو له اللي بيربيه؟ لا. فانظروا إلى دقة الأداء، ذلكم أقسط عند الله، أقسط. طيب كلام كويس، من الذي فجع في هذه القضية؟ زيد، كان اسمه زيد ابن محمد شيء يعني، وأصبح زيد ابن حارثة. فانظروا إلى عدالة الحق في التعويض، يعوض زيدا عما فقده من زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة بأن يكون هو الصحابي الوحيد الذي يذكر اسمه في القرآن على من؟ ما في اسم أبدا إلا زيد. شو الشرف التعويض؟ يبقى إذن لم يقال، لا يقال أن الله، ولذلك يجب أن يعدل الفهم في قول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى علمه شديد القوى إيه؟ وما ينطق قبلها يقول وما ينطق عن الهوى، يقول لك ما دام ما بينطقش عن الهوى، ساعة نطق بالحكم الذي يعدله الله كان حكم صح؟ نقول له لا مش صح، بس ما كانش عنده الصدر عن هوى، ده عن مقاييس كده. المهم إن ما فيش هوى جنح به الى شيء. يبقى اذا لازم نفرق بين الايه، بين الامرين. ولذلك حينما يعدل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يوم عايز يعني يتك على بشرية محمد وان انتم تدوله اكثر، مثلا نقول له يا اخي رفقنا، كل عتب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم افهموها أنه عتب لصالح محمد ليس ضده. فرق بين العتبين، فرق بين أن يعتب الرجل على ابنه الذي لا يذاكر، وفرق بين أن يعتب على ولده الذي يظل طول الليل يذاكر. هذا عتب وذلك عتب، إنما عتب عليه في الأولى لأنه قصر، ولكن ذلك عتب لصالحه في الثانية. يقول له انت بتسهر نفسك ليه؟ مش كفايه كده، قوم انت وينهره. هيقال ان ذلك عتب عليه ام عتب له؟ عتب له. رسول الله في قضيه ابن ام مكتوم مثلا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدري، وياخذوا منها بقى ويتكلموا طويل، نقول لهم افهموا يا ناس، ما الذي اختاره رسول الله في امر هذه القصه؟ هل اختار الامر السهل أم اختار الأمر الصعب؟ ده ربنا بيقول له وما عليك ألا يزك، ما قال لا ما تسيبهم الناس دول، قال أنت تعب نفسك وكفار قريش ليه علشان يأمن؟ راجل جاي لك مستوي جاهز عايز يعرف الأحكام كده، يبقى نقول لسهل ابن أم مكتوم ولا صناديد قريش؟ لا ابن أم مكتوم أسهل. فبتعرض نفسك للأصعب ليه؟ بتعرض نفسك. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه انت بتلزم نفسك بما بغير ملتزم به. يبقى اذا بيعتب لصالحه ولا بيعتب عليه؟
يبقى بيعتب لصالحه. بيعتب لما تحرم ما أحل الله لك؟ يبقى العتب ده بالله لصالحه ولا لغير صالحه؟ بيقول ربنا حل لك الحاجه دي، ليه تلزم نفسك انك تحرمها؟ الله، يبقى اذا العتب في القران انما جاء لصالحه. يجب ان نفهم مقام محمد من مقام ربه، ونفهم ان الله لم يصوب له حكما، بمعنى ان الحكم كان موجود فخالفه محمد وبعد ذلك صواه الله. لا، ما كانش فيه حكم خالص، فاجتهد محمد بشريته. فلما اجتهد محمد بشريته اللي عند ربنا احسن، وهل نستنكف ان يكون اللي عند ربنا احسن؟ ما نستنكف. فاذا ما عدل له شيئا قد يعدل له لصالحه هو، لصالحه هو. لما تحرم ما احل الله لك؟ يعني ليه، لماذا تلزم نفسك الطريق الصعب؟ ام لا تقولها الا لمن تحب، لمن تحب وقد ألزم نفسه بشيء أكثر مما يجب، إيه؟ مما يجب عليه. وأيضا يدل محدث سمع مع رسول الله وحي الله لرسول الله، محدث سمع وهو اللي قال، فكأن دي مطلق الأمانة وأمانة الأداء والنزاهة، حتى اللي عليه بيقوله، حتى اللي عليه ولو لم يتغير من أجله الحكم. لو كان هيتغير الحكم يبقى معلش، لان الحكم هيتغير فيبقى يقول. انما مثلا في قضيه الاسرى بتاعت بدر، الحكم زي ما قال النبي، ومع ذلك ذكر رسول الله الله عاتبه في هذا وقال له عملت كده، لا 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 ما كان لنبي. هل الحكم تغير ام بقي؟ بقي. طب كان ايه لزوم الضجه دي؟ انما امانه البلاغ. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إذن فكل ذلك يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عن الله ما بلغه. فيه شيء عليه يقوله، فيه شيء يقوله، كل حاجة يقوله. إذن القرآن لازم نستقبله على أنه كلام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل إلينا كما قاله الله. كما قلت لكم تأتي الأشياء المشتبهة البسيطة في السياق الواحد، تقول هو دي ليه بس اختلف الدين؟ علشان يفهمك انها مش رتابة كلام في معنى من المعاني، لا، ده كل حاجة بمذاق، كل حاجة بمذاق. ولذلك مثلا يجي الناس اللي كانوا قالوا زمان ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعلمون قواعد الكتابة، فبقوا يحذفوا مثلا الالف بتاع باسم ومالف تبارك. نقول له يا شيخ انصف يا عاقل يا اللي عامل مفكر وبتقود الفكر في الشرق كله، اتفكر كويس. لو ان هذا خطأ املائي كما تقول من الصحابة لسرى الخطأ في كل مكتوبات القرآن. انما مرة اسم باسم تيجي بالف، ومرة تيجي من غير ألف. فلو كان في خطأ كانت لازم تيجي ايه؟ مش تبارك، تيجي برا من ألف ومرة من غير ألف. لو ريبة زي ما قلت لكم جت مرة بالواو وجت مرة بالايه، لو أن المسألة مسألة خطأ لكان جه درجة. ثم شيء آخر ما يدلك على أنه تلقي، زي ما بيسمع بيقول حاكي. لماذا قرأنا في أول البقرة ألف لام ميم، وقرأناها في أول سورة الانشراح ألم ترى؟ ما هي دي ألف ولام وميم؟ ألم نشرح لك صدرك، ولا ألم ترى كيف فعل إيه؟ اشمعنا قالت دي ألف لام ميم وديكها ألم؟ ما هي الاتنين زي بعض هو، مما يدل على أن ذلك أمر توقيفي. قرأها جبريل لمحمد هكذا فقرأها هكذا، وقرأها هكذا. إذن فالرسم لا دخل له هنا رسم. ولذلك كانوا يحبون أنهم يسهلوا قال على التلامذة فيكتبوا القرآن بالحروف الايه، بقواعد الإملة، بقواعد الإملة. وفعلا كتب مصحف بهذا الشكل، وأرادوا أنهم يصدروه فحصل اعتراضات فجابوا لجان علشان فكنت أنا في اللجنة اللي بتناقش، فقال ده عشان نيسر على الناس القراءة. فأنا بقول له أصل القرآن ليس المفروض فيه أنه كتاب أي واحد يروح يقراه،
ده لازم يتلقاه، لازم يتلقاه، لأن القرآن إنما جاء بالتلقي، إنما كأي كتاب وقصة كده وتروح تقراه، ده ربنا بده يديله قداسة في أنك لا تتقحمه كده وتروح تقرأ فيه، لازم تقرأها عن قارئ، والقارئ عن قارئ، والمدد يظل من القارئ الأعلى ما دام موصولا إليك. شوف ربنا تكلم وجبريل نقل لمحمد، محمد نقل لصحابته، صحابته نقلونه، طالما أنت تتلقى فصفائية كل متلق عن الله تكون في نفسك حين تنطق. لكن لما بتيجي تعزله وعايز تقراه زي أي كتاب نقول لك لا يا حبيبي. ولذلك أنا لما قلت له قال لي ده احنا بنيسر، قلت له لا، التيسير إنك أنت تخليه يتلقاه ما يقراهش لوحده أبدا، مش زي أي كتاب، لأن دي تلقى. ولذلك ربنا جعل بعض الكلمات توقيفيا تكتب على غير كتابة الإملاء عشان يبين لك برضو أن كتابته مخصوصة، كتابته قراءته مخصوصة وكتابته ولا يمسه إلا المطهرون، عشان مش كل واحد كده عناصر التمييز، عشان تديله الإيه، تديله القداسة، تديله القداسة. فأنت في ألف، فبقول له أنت، هو رحمه الله انتقل، فبقول له أنت خالفت قاعدتك لأنك جئت في القرآن كله وكتبت الكلمات على وفق قواعد الإيه؟ الإملة. ما بالك جئت في أول البقرة وأوائل الصور لم تكتب ألف لام ميم، وبرضو كتبتها ألف بس ألا ما عن الراجل اندهش، قلت له أنت خالفت قاعدتك، كان الأصول بقى ما دام هتكتبه على قواعد الإملة انك انت تكتب ايه الالف ولام وفي وميم وايه وايه وميم مش كده ولا لا؟ بس قلت له انت خالفت، انت نفسك خالفت القاعده وما حصلش لك اقتراء في ان تكتبها على طريقه الايه الاملاء وخلتها، لكن الذي سيقراك يعلم انك كتبته على طريقه الاملاء مش كده، فساعه يقرا على قاعدتك، يبقى ان ارى الم يبقى صح، ان ارى الم يبقى ايه، يبقى انت اللي ايه، وفعلا صدر ايه الكتاب وانتهت المساله. اذا فيجب ان نستقبل القران الم مش مطلق كتاب. واحد يقول لك ده انا بيسر قراءته للناس، يقول له لا، الاول يسر تلقينه للناس يتلقنه وبعدين يقراه ايه كويس علشان ياخذ المدد الصفائي من السلسله الاولى من الرب الاعلى الى من اوصل لك. القرآن قلنا بقى إن الكون يفسره، عم يفسره، ففيه موجتان الآن، موجة في الكونيات تحاول كل شيء يبدو بسيط كده بارقة يروح لحمينها بالقرآن، وموجة تانية تقول لك لا ابعد القرآن عن هذه المسألة لأنها قد تكون خطأ وما تزبزبش الإيه، هذا منهج خطأ وذلك منهج خطأ. ليه؟ قال لك لأنك يجب أن تفرق بين حقائق علمية ونظريات علمية، إياك أن تربط القرآن بنظريات علمية، لأن النظرية ما دام لسه نظرية تخطأ، فإذا ربطته بالنظرية ثم تغيرت هتقول القرآن، أنت بقى هتزبزب في القرآن. لكن هناك فارق بين نظرية علمية وحقيقة علمية. ايه الفرق؟ هو معنى كلمة علم يعني ايه؟ انا عايزين نفسر كلمة علم، ما هو العلم؟ الالفاظ التي نسمعها في لغتنا كل لفظ له معنى، بس معنى مفرد، يعني مثلا سما ما علانا، انما ايه لونها ما قلناش السماء زرقاء السماء ومش عارف ايه ما قلناش، اذا اللفظ له ايه معنى مفرد مش في جمله ولا حاجه. الارض اللي احنا عليه، الكوب، انما هل الكوب ملان، هل الكوب مثلا كريستال، هل الكوب زجاج، هل الكوب صافي، ما لناش دعوه. اذا فالالفاظ لها ايه معان في ذاتها، وبعد ذلك تدخل هذه المعاني في جمل، تدخل المعاني
في جمل، الجمل دي بتسميها اسناد. محمد ساعة ما تقول محمد نفهم ذات محمد مش كده، وساعة ما نقول كلمة كريم لوحدها نفهم معنى كريم انه بيبذل. لما نقول محمد كريم يبقى عملنا ايه؟ اسناد. اسندنا مين؟ الكرم لمين؟ محمد طويل، محمد قصير مش كده؟ اه بقى في جملة تركيبية يعني اسناد، بنسند له حاجة. ساعة تسند شيئا الى شيء نيجي نقول لك هذا الاسناد مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ الاسناد ده مجزوم به ولا غير مجزوم به؟ يقول لك مره يبقى مجزوم به ومره يبقى غير مجزوم به. يقول له ما دام غير مجزوم به ان كانت النفي والاثبات قد بعض يبقى اسمه شك. اسمه ايه؟ شك. انا عايز اسند لمحمد، محمد كريم، يا ترى كريم ولا بخيل؟ يبقى فيه ايه؟ النسبتين قد بعض، يبقى ده اسمه ايه؟ محمد ياتي غد او لا ياتي، يبقى فيه ايه؟ شك في الاسناد. فان ترجح واحد يبقى ظن، تقول اظن ان محمدا ياتي غد، يبقى ده غالب الظن انه ايه؟ فان كان غالب الظن انه ما يجيش تقول ايه؟ اتوهم ان ياتي محمد. يبقى النسب التي لا يجزم بها كم نسبه؟ ثلاثه، اما متساويه يبقى شك، راجحه تبقى ظن، مرجوحه تبقى وهم. يبقى كم نسبه عرفنا دلوقتي؟ في غير المجزوم به ثلاث اشياء: شك قد واحد، ظن ووهم. طب ان كانت النسبه مجزوم به، النسبه مجزوم بها، تقول له طيب انت جازم بها صحيح، انما هو الواقع كده ولا غير كده؟ يمكن جازم بكذب، يمكن جازم. اقوم اقول له اه ان كان مجزوم به وده ما هوش الواقع اهو ده الجهل. يبقى الجهل هو ايه بقى؟ هل الجهل الا تعلم ولا ان تعلم عكس الواقع؟ ادي صعوبه الجهل. الناس يظنون ان الجهل ان لا تعلم، لا يا ريتك ما تعلمش، انما الجهل ان تعلم خطأ. يبقى ان كنت جازما بها وهي غير واقع فذلك جهل. العمد ولا غير عمد؟ نشوف بقى، فذلك ايه؟ جهل. طيب لا مجزوم بها واقع، نقول له تقدر تدلل عليه؟ يقول لك نعم. اقول له ذلك هو العلم. يبقى العلم ايه؟ نسبه مش كده؟ يعني اسناد ومجزوم به وعليه دليل. طب فان كان نسبه مجزوم بها مش قادر ادلل عليه، نقول له ده تقليد، زي الولد ما بيقلد ابوه قل هو الله احد ويقعد يكرر فيه، لسه ما عندوش عقل ياخد الدليل، يبقى بيقلد مين؟ أبوه، أو بيقلد أستاذه. يبقى النسب المجزوم بها كم نسبة؟ إما جهل إذا كان جازما بها وهي غير حاصلة، وإما تقليد إذا كان جازم بها ووقع بس مش قادر يدلل عليه، وإن كان جازم به ووقع وقادر يدلل عليه يبقى ده العلم. فهل يصطدم القرآن مع العلم؟ لا، يصطدم مع النسب الأخرى، يصطدم مع الجهل، يصطدم مع التقليد، يصطدم مع الشك، يصطدم مع الظن، يصطدم مع الوهم. أما شيء ثبت أنه علم لا يمكن أن يصطدم. لأن قائل القرآن هو خالق الكون، ومدام قائل القرآن هو خالق الكون يبقى ما فيش حقيقة علمية كونية تناقض حقيقة قرآنية. متى ينشأ التناقض؟ إذا كان في نسبة من الايه؟ من النسب الثانية. تقول له آه إذا كانت دي حقيقة قرآنية وعلمية ودي حقيقة كونية يبقى ما فيش فيها. إنما الغلط أن تفهم أن هذه حقيقة كونية وليست حقيقة كونية فتصطدم بحقيقة قرآنية، أو تقول دي حقيقة قرآنية ولا تكونش هي الحقيقة القرآنية فتصطدم بحقيقة كونية مثلا.
لما نيجي الناس اللي بيقولوا لا الأرض مش كروية ويجيب الآية والأرض مددناها مش كده يعني بسطناها مش كده، تقول له انت غلطت في الحقيقة القرآنية، مددناها ما تمنعش التكوير، وانت ظنيت انها تمنع التكوير، تبقى انت غلطان في الحقيقة القرآنية. لذلك لما قالوا الأرض كروية قلت اصطدم القرآن مع الكون، نقول اصطدم القرآن بفهمك أنت، لأنك فهمت حقيقة قرآنية وهي ليست، بل الحقيقة القرآنية مناقضة لقولك. ليه؟ قال لك لأن معنى والأرض مددناها، الأرض مطلق الأرض، يعني كل ما تروح عند حتة أرض تلاقيها إيه؟ في أرض بعديها. لو أن الأرض مش كروية كان يبقى لها نهاية ولا لا؟ لما تيجي عند الحافة دي نقول ما فيش ممدودة، يبقى إذا مددناها تتطلب أنها تكون إيه؟ يبقى أنت خدت الحقيقة القرآنية بالعكس، فاصطدمت مع الحقيقة الكونية. يبقى إذا قلت هذه حقيقة قرآنية ودي حقيقة كونية لا اصطدام أبدا، وليطمئن الغيورين على دين الله الذين لا يريدون أن يربطوا القرآن بالمسائل دي، نقول لهم لا اربطوه بالحقائق، بس تحروا الحقيقة القرآنية وتحروا الحقيقة الكونية تجدها ويا بعضها تمام ما تختلفش، إنما أن تقول هذه حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية. برضو تيجي مثلا لما جم قالوا ويعلم ما في الأرحام، قاموا قالوا الله ايه دي مش حاجه خاصه، من دلوقتي الاطباء قعدوا بياخدوا عينات ويعرفوا ايه اللي في اللحم، تبقى انت دلوقتي هتاخد حقيقه كونيه ومش هي الحقيقه الكونيه. طب ومن قال ان الحقيقه القرانيه مقصوره على هو ذكر ولا انثى؟ ده بيقول ويعلم ما وما عامه، طب هيبقى طويل ولا قصير، ذكي ولا غبي، حليم ولا غضوب، وصفات الشخصيه بقى كل دي. يبقى إن علم أنه ذكر مش كل مدلول ما مش كل، أنت حصرت مدلول ما في الحكاية دي إزاي؟ ثم تعالى يعلم الله ما في الرحم، ويقول الطب حيعلم ما في الرحم ذكر ولا أنثى، خلينا نقول برضو ذكر ولا أنثى، نقول إنما هياخد عينة وإيه ويحللها، إنما ربنا يعرفها ويقولها لمن أراد بدون أن يحلل وبدون أن يرى الحامل حتى. بس ويعلمها قبل أن تحمل مش كده ولا لا؟ بيعلمها بدليل قال له يا زكريا أنه بشرك بغلام وسمه له اسمه يحيى. طب الطب بقى لما نقول له بالله روح لرحم أم مرات زكريا وشوف لنا بقى الحكاية دي، ده لسه ما عصلش حاجة. يبقى إذن الخطأ في أنك تقصر معنى القرآن على شيء، أو تقصر معنى الحقيقة الكونية على شيء، على شيء إيه؟ على شيء آخر. نقول له لا، اربط القرآن بالكونيات الحقيقية التي ثبتت ولا معدلة، أما بأمر النظري زي أول العصر الحديث ده وقع فيها كبار العلماء، مثلا الشيخ اللي هو صاحب الجوهر المكنون الشيخ طنطاوي جوهر، والشيخ المراغي، والشيخ محمد عبده، أول ما اكتشفوا الكواكب السيارة السبعة قالوا بس هي دي السبع سماوات هي دي السبع سماوات، ما تمتش الفرحة وبعد ذلك اكتشفوا واحد تامن ليه؟ لأنهم لما قالوا سبع سماوات فرحهم، هم معذورين عايزين يفرحوا الناس بأن قرآنهم، نقول له يا أخويا والشمس والكواكب بتاعها أين هي من السماء؟ ده دي في السماء الدنيا كلها، السماء الدنيا، وبعدين مش جه بس كمان نبتون، جه بلوتو ومش عارف جم كم واحد كده، بقوا كام؟ بقوا 11. لو كانوا عايشين كنا قلنا إذن ربنا بقى غلطان، ده هم 11 سماء. وده ليه؟ من الجري وراء الظن العلمي. نقول له لا، كواكب الشمس، الكواكب دي بالنسبة للسماء ايه؟ ده انا بيني وبين الشمس اللي هي ام المجموعة كلها 8 دقائق ضوئية، 8 دقائق ضوئية، 8 دقائق ضوئية يعني 186 ميل او 300 الف كيلو، ها؟ في
في 60 ثانية، في 8 دقائق، في 60 ايه؟ في 60 ثانية، لان الثانية الضوئية فيها 300,000 كيلو او 186 ايه؟ 1000 ميل. تقول له ده 8 دقائق، ده فيه المرأة المسلسلة بيني وبينها 100 سنة ضوئية، الشعرة بيني وبينها 14 سنة ضوئية، فيه كواكب تانية بيني وبينها 1,000,000 سنة ضوئية، وكل دي دون السماء الايه؟ دون السماء الدنيا. يبقى السماء مالها بقى ايه؟ ولما جم في قوله سبحانه وتعالى ان استطعتم ان، يا معشر الايه؟ جن والانس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قال لك ده سلطان العلم اللي طلعنا للقمر. طب بس ايه حشر القمر في السماء؟ ده ربنا بيقول اقطار السماء وايه؟ والقمر ضاحية من ضواحي الأرض. إيه دخل الحكاية دي في السماء؟ أم قال لك بسلطان نبقى نطلع للإيه؟ نقول له أهو ده غلط، لأن لو كان بسلطان العلم لم يقل الله بعدها يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، مش كده ولا لا؟ يقول لي ما إلا بسلطان دي؟ قل له ده دي الآية الوحيدة اللي لو لم ترد في القرآن ربما كنا نقول ان حديث المعراج حديث. ليه؟ لان النبي صعد للسماء مش كده، والقران بيقول ها يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون، وسكت. انما كلمه الا بسلطان يعني بسلطان منا، نديك جواز مرور تطلع، ما نديكش جواز مرور ما تطلعش. يبقى هي دي الآية اللي بتؤكد صدق مين؟ صدق الرسول. لو لم تأتي هذه لكان يبقى في إشكال، تبقى ملهاش دعوة بقى بأنك طلعت الأمر، لأن الأمر ملوش علاقة بحكاية السماء. الأمر فين والسماء فين؟ ده ملايين السنين الضوئية اللي لما يعني تعمل رقم ما نقدرش نكتبه. لما تكون 1,000,000 اضرب 1,000,000 في إيه؟ 1,000,000 سنة، 1,365 في 12 ايه؟ في 24 ساعة، في 60 دقيقة، في 60 ثانية، في 186,000 ميل، يعني 300,000 ايه؟ كيلو. شوف الرقم ده بقى ينقر ازاي؟ ما ينقرش ازاي. ولما يقول لك هنبعت ناس ومش عارف ايه، تقول له تبعت مين يا اخوي؟ لا يطلع امتى؟ يرجع ايه؟ يطلع امتى؟ ها؟ إذن المسائل يجب أن نلحظ أن هناك فارق بين حقيقة وبين ظن وبين جهل وبين تقليد وبين إيه؟ قلنا وهم، قلنا وهم أو شك. فإربط القرآن بالحقيقة العلمية الثابتة ولا تربطها بما عدا هذه الحقيقة، لأنك تذبذب الإيه؟ تذبذب القرآن. كل ما نظرية تيجي تقول القرآن بيقول، أنت مخلص صحيح ونفسك تستشرف إلى أن قرآنك يصدق آيات الإيه؟ آيات الكون. نقول له لا، لكن الحظ أنك أنت مثلا قد تصدقه لحظة وبعد ذلك تعرضه إلى الإيه؟ إلى الكذب مرات أخرى. إذن فالذين يمنعون ما لهمش حق، والذين يجيزون على الإطلاق ما لهمش إيه حق. نقول له فيه نسب 6، اربط القرآن بنسبة واحدة وهي نسبة العلم اللي عليه دليل، الحقيقة الثابتة، وأما ما عدا ذلك من جهل، من تقليد، من شك، من ظن، من وهم، فإياك أن تربط القرآن بواحد من هذه، وإن كان يحتمل أن يكون حقا، وإن كان يحتمل أن يكون إيه؟ أن يكون حقا. حينئذ نجعل القرآن قيم على ما يحدث في الوجود لأنه مهيمن. فإن قال القرآن قضية وقال الناس بأي شكل قضية وهي تناقضه، نقول له لا، القرآن مهيمن، لأن كلامك ظن أو وهم أو شك أو تقليد أو جهل، وكلام الله يقين. فعدل نفسك كده لحد من إيه؟ لحد من شوف. ولا عيب أن لا تفهم، لأنه ليس في أمر تكليفي. في أمر بالله، لما زي ما قلت لكم لما عرفنا ان الارض كورة والارض بتدور ومش عارف ايه، ما الذي زاد من التكليف؟ طيب اللي ما عرفش الحقيقة دي من الاميين او الناس اللي بتقول ايه اللي حصل لهم؟ يبقى برضه علم لا ينفع وجهل لا يضر. اذا فالامور المسطورة في كونيات الكون وكونيات القرآن دعها الى ان تنضج.
النضج الذي يشرفك في أن تربط هذه بهذه، ثم تقول صدق الله في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه الحق. يعني مثلا حينما إحنا كنا نفهم وإحنا صغيرين في الجغرافيا ونقول مثلا أن الأرض كرة صح، كان الأول بنجيب عليها أدلة، دلوقتي مش عايزة أدلة لأنها بقت مرئية، لما طلع كده وجاب الصورة خلاص أظن يعني مش عايزة، ليس مع العين أين، ما فيش مع العين أين، خلاص كويس أو كده. وبعدين هنا نسمع إن الـ إن الـ إن الـ الأرض في حواليها الغلاف الجوي، والغلاف الجوي بتاعه بيعمل إيه، يدور معها يدور، يبقى الغلاف الجوي بتاع الأرض من الأرض ولا لا؟ هو من الأرض. كنا نقرأ قديما قول الله سبحانه وتعالى قرسير في الأرض، فنأخذها على أن الأرض ظرف للسير وظرف المظروف ومش عارف إيه يلا. لكن بعد ما عرفنا إن الأرض حتة منها جوه، يبقى أنا ما بمشيش على الأرض، لأن ما يمشيش على الأرض إلا إذا كنت همشي على الجو بقى، إنما أنا ما دام الجو فوقي بتاع الأرض وهو منها، يبقى أنا ساير فين؟ في الأرض. أبقى أنا ساير فيه، أبقى أنا ساير فيه. دي جد لو كنا أجهدنا الأسلوب علشان نفهمه زمان كان يبقى صعب، إنما بعد ما عرفنا يبقى الحقيقة الكونية عملت إيه؟ قربت لنا وخلت الإنسان يقدر يلتقط بقى. يبقى إذن ربنا لما قال قل سيروا في الأرض، يبقى كان يقصد ان الارض دي لها غلاف جوي، والغلاف الجوي ده من اوعى تفصلوا عنها، وانا ساعة ما بمشي بمشي في ايه، بمشي في الغلاف الجوي بتاعها، يبقى المشي فيها مش ايه، مش عليه. يبقى اذا لما تركنا الحقيقة العلمية تندق خلاص انتهت. لما كنا مثلا نقرأ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، كان يقول لك ده يمكن في الآخرة، ما هو مش متصور، يعني مش متصور ان الارض اللي هو عليها بتمشي، يقول لك ده في الآخرة. نقول له لا، ده الكلام بيجيب آية في الآخرة وآية في الدنيا، ولو كان في الآخرة يقول لك صنع الله الذي أتقن كل شيء، هي الآخرة محل كلام من دي، ده لا مش ده صنع الله الذي أتقن شيء، يدل على ان القضية التي يتكلم فيها القرآن غريبة على العقل، فقال لك لا ما تغربهاش على العقل، ده صنع الله. ومن بعد بقى ما عرفنا ان دي بقت حقيقة نقدر بقى نفر منها، صارت حقيقة كونية وعليها دليلها وانتهى. يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، طب الجمال ثابتة في الأرض، وهل تمر الجبال هذا المر إلا إذا كانت الأرض لازم هي ضروري. وقوله سبحانه عشان يديك يعني المعنى، وهي تمر مر السحاب، والسحاب ليس مروره ذاتيا وإنما مروره بواسطة الريح، فكأن حركة الجبال مش ذاتية، حركة تبعية بتاعت الأرض، حركة تبعية بتاعت الأرض. وترى الجبال، ترى الجبال تحسبها، وهل في الآخرة حين تحصل لها ما يحصل يكون حسبان ولا يقين؟ يقين. طب معنى تحسبها يعني انت فهمك ملخبط، انما في الحقيقة الكونية الأخروية مش هيبقى حسبان، كل المعلومات هتبقى ايه؟ هتبقى يقينية مش حسبان. اذا ما دام حسبان يبقى هنا الظاهر شيء والواقع شيء، فانت بتحسب انها كده تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وما دام السحاب ملوش حركة ذاتية وحركته بحركة الريح، فكذلك الجبال الموتودة في الأرض حركتها مش إيه؟ مش ذاتية، بل حركتها بوسط إيه؟ تابعة لدوران الإيه؟ لدوران الأرض. والحق سبحانه وتعالى لما بيدينا الصورة دي عايز ناخد منها عبرة كمان. الجبال العالية دي وعملت تمر هذا المر، ده كان المفروض انها تنفصل، انها تنفصل عن الارض، لا ده بدي اقول لك ان في توازن، ما تنظرش الى البروز العالي ده، انظر برضو الى الايه، لا الزرعه اللي تحت فيه تناسب في الكتله، معنى التناسب في الكتله هو اللي حافظ توازن الكره، بلك لولا التناسب في الكتله
بمعنى أنك لو أخذت قطاعا من محيط أي قطعة في الأرض إلى مركزها وجبت قطاع تاني مقابل لازم يكون يساويه وزنا، إن تغير لو بنت عمارة لازم تقع، لو بنت عمارة تعالى الكرة كده وحط عليها حتة عينة الزقها في ناحية كده وخلي الكرة دايرة تلتفت لها إيه اسمها الطرد والإبعاد. ليه؟ لأن التوازن هيختل. لكن الأرض سايلة من تحت مصهورة، ساعة ما تنقل شوية صخور من جبل عشان تعملهم عمارة يبقى خفت من قطاع الصخور، مش كده ولا لا؟ وبقت زادت من في قطاع العمارة، تقوم الزيادة دي المنصهر تحت الأرض روح عامل توازن على طول وبقت تمام، ده التوازن. ولذلك تبني عمارة مهما تبني والأرض تمشي. ليه؟ لأن العمارة ما بقتش عمارة عالية دي ولها كتلة ولها وزن إلا وقد نقصت من مكان آخر. هذا المكان الذي نقصت منه حينما ضغطت العمارة على السائل تحت راح شوية من السائل موازي للميزان راح رايح للإيه؟ للحتة اللي ضعفت منها، فظلت الكتل متساوية من قطاع محيط إلى مركز الأرض زي قد بعضه، تقوم تدور مهما تدور. ولذلك الجبال ما بتقعش والعمارات ما بت إيه؟ لو كانت جامدة بقى تحت وكانت اتنطرت كلها. إذن الله سبحانه وتعالى بيلفتنا إلى آيات في الإيه؟ في الكون. بس إحنا ما بنتعسفش عشان نطلع الآيات قبل أن تنضج، ما بنتعسفش ونجهض الآيات قبل أن يتم حملها في الكون. لا حمل، كل سر في الكون له إيه؟ له مدة حمل وله ميلاد. ما تجهدش الأشياء علشان تطلعها بدري، سيبها لحد. ولذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير هذه الأشياء لحد هي ما تهب كده وتخليها. ولذلك سيدنا عمر قال ده هيحصل، قال له يحصل قدام بلا استعد له يمكن يحصل، قال له دعوه فإنه ساعة يحصل يؤذن الله لعقول أن تجده. الله ما تقعدش تتعب نفسك في أشياء مالها أول ولا إيه آخر، في علم لا ينفع وجهل اللي إيه لا يضر. وجهل لا إيه لا يضر. إذن فالقرآن لا بد أن يستقبل هذا الاستقبال، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حمل منهج البشرية ليحمي حركة الإنسان الاختيارية، وما دام يحمي الحركة الاختيارية ليستديم الجمال في الكون ليظل يكون موزون فيما لك فيه خيار زي كما هو موزون فيما لا خيار لك فيه. احنا كنا قلنا زمان ان الكون فيما ليس لي فيه عمل مضبوط تمام، انما فساده جاي منين؟ كل حاجة انا دخلت فيه هي اللي فسدت، لانني دخلت فيها بدون منهج الله. ولو دخلت في الامور الاختيارية بمنهج الله لاستقام جمال الكون كما استقام جماله فيما لا دخل لك فيه. أنا ضربت مثلا قلت لما تروح مثلا غابة أو روضة لم يدخلها إنسان تقوم تلتفت تلاقي الجمال الله، وبعدين روضة تانية الناس إيه عرفوها بقى وروحها في الأجازات والمش عارف إيه، تلتفت بقى تلاقي بقى الورق الملفوف وقشر الموز وقشر البرتقال والعظم وزف السمك ومش عارف وإيه، والعيال شخت هنا والولد عمل هنا وقرفوا الدنيا لأنهم دخلوها بغير منهج الاحتياط. لو سابوها كده زي ما هي تروح تلاقيها الجمال ما فيش أحسن من كده، وتلتفت تلاقي حتى الحيوانات تعيش على بعضها وتعيش على الفضلات بتاعتها تسمد الله، يعني شغلانة كده. إذا منهج الله جاء ليعصم الحياة من حركة الإنسان الاختيارية ليظل جمال الكون موجودا، وإذا ظل جمال الكون موجودا رضي الموجود عن الوجود. ومدام رضي الموجود عن الوجود استقامت أنفاسه وحركته، لأن ما يجيش رقد في القلب إلا عدم رضا. فما دام أنت ترضى عن الوجود ويبقى جميل قدامك كده لا تفكر إلا في الجميل ولا تصنع إلا في الجميل، ما فيش حاجة قلب خلاص يبقى الكون كله إيه كله جميل. إذن منهج الله بالقرآن إنما جاء ليهدي للتي هي أقوى،
ولذلك قال أنا أنزلت القرآن لأنه جاءت فترة الرسالات فيها انطمرت والداءات فيها كثرت. ولذلك شوف الشفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء. إيش معنى أقدم الشفاء على الرحمة؟ طب ما تكون الرحمة الأول عشان ما يجيش مرض وبتاع. الرحمة أن لا يوجد داء، إنما الشفاء أن يكون الداء موجودا وبعدين يجي له العافية. فاللي حدث ولما جاءت الرسالة المحمدية كانت الداءات موجودة ولا لا؟ فجاء ليشفي من الداءات أولا. فإذا شفى من الداءات أولا واستقر منهجه في الأرض وحكم حركة الحياة، تبقى تيجي الإيه؟ الرحمة. تبقى تيجي الإيه؟ الرحمة. ليه؟ لأن الأصل في الأشياء إنك أنت تمنع الشر اللي طرأ عليها أولا. درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ على جلب المنفعة، وبعد ذلك تدي الإيه؟ رحمة. يبقى القرآن جاء شفاء لأنه نزل على جاء على فترة من الرسل، وداءات البشرية كثرت، فلا بد من شفاء هذه الإيه؟ الداءات. فإذا ما استقر الشفاء من هذه الداءات ابتدأت الإيه؟ الرحمة، ولا تأتي داءات. فإن حصلت غفلة وجاءت داءات فعاودوا صيدلية القرآن للشفاء. حين تعودون إلى صيدلية القرآن للشفاء يبقى إذن الداء يعلم أن له دواء. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يلهمنا السداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.